اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يا نور الحق يا نور الإيمان، يا نور الحق يا نور الإيمان. الله الله عليك بجد شيخ عبد الرحمن بلالة المنشد الديني، بلالة المنشد الديني بجد. يعني أول يوم رمضان بنبتدي معاك بحاجة جميلة زي اللي احنا سمعناها منك دلوقتي. عايزين نعرف بس السادة المشاهدين بداية بالإنشاد الديني. الإنشاد الديني هو الفن الغنائي اللي بيتناول موضوعات لها سيمات دينية كمدح رسول عليه الصلاة والسلام أو كمدح آل البيت. طبعا الإنشاد الديني ليه معجبين في كل الدول العربية وكمان في العالم كله، ومنورنا النهارده زي ما احنا عرفنا معانا في الاستوديو الشيخ عبد الرحمن بلالة المنشد الديني. صباح الخير. صباح النور وكل سنة وحضراتكم طيبين ومشاهدين بخير. صباح الخير، وخليني كمان اقول الفنان عبد الرحمن بلالة، لان هو فن جميل اولا واخرا قبل ما يبقى انشاد ديني. في ناس بيقولوا الشيخ عبد الرحمن وبيقولوا الفنان عبد الرحمن، تحب حضرتك نقول ايه؟ فنان ولا الشيخ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. طيب لا انا هقول الفنان عبد الرحمن. خلينا الاول يعني احنا دايما ما بنشوفش هذا الفن الجميل، ويمكن نتكلم بعاميه اكتر، بنشوفش الفن ده والانشاد الحلو ده غير في شهر رمضان او غير في الايام اللي بيبقى فيها سمات دينيه اكتر، العيد، رمضان، مولد النبوي، يعني المناسبات دي. خلينا الاول نعرف ايه هو الانشاد الديني وليه بيبقاش غير في المناسبات البسيطه دي. الانشاد طبعا ده من ايام هجره الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني الانشاد عموما من اول ما قابله سيدنا النبي وطلع البدر عليه. طلع البدر عليه. يعني من ايام الرسول. حصل تطوير للانشاد الديني طبعا من الفتره ديت لحد الفتره اللي احنا موجودين فيها. طبعا الاول الانشاد كان عن طريق الدفوف. ما كانش فيه آلات موسيقيه. ما كانش لسه ظهرت الآلات الموسيقيه يعني. وبعدين بقى ايه؟ بقى ليه انواع، يعني ما بقاش كمان على سمتريه واحده، بقى في مثلا انشاد اللي هو مثلا ايه يقولوا عليه الذكر السلطاني اللي هو في المساجد. ذكر سلطاني؟ اه في المساجد، بس ده من غير آلات موسيقيه خالص ولا كلام من ده، في المسجد. وبقى انواع كمان، ممكن يبقى مثلا ايه؟ يبقى الحضره الصوفيه. يعني اللي هو الجو الصوفي ده. اللي هي زي الطرق الصوفيه، يعني كل طريقه وليها الصلوات معانا يقولوها كده في الاداء. كانت لمدح الرسول عليه الصلاه والسلام بس ولا كان في حاجات تانية؟ لا هو كله في مدح الرسول. كل يعني مثلا في مدح الرسول. في المسجد مثلا وقال البيت وكده. وقال البيت بس يعني غالبا حتى ايه قال البيت دي بتبقى في المناسبات بتاعتهم يعني. بس يعني غالبا بتبقى في مدح الرسول. ما هو هي حلاوتها ان يبقى مدح الرسول، انما ممكن مثلا اما يكون مثلا في الليله مثلا الختاميه مثلا مولد السيده نفيسه مثلا. فيبقى الجميل انه مثلا يبقى برضو ايه المواضيع تتكلم عن السيده نفيسه او السيده زينب او سيدنا الحسين يعني. أيوه. واخد بال حضرتك. انما هو ايه كان الاول الانشاد طبعا كان الشيخ وبطانته اللي هو زي اللي بيقول القرال، يعني المجموعه اللي موجوده مالح حوالين منه دي كانوا بيسموها البطانه. وطبعا دو احنا تعتبر مصر هي اللي ليها الرياده في الانشاد. يعني احنا العالم العربي كله دلوقتي بياخد الانشاد بتاعنا، بتاع الشيخ علي محمود والشيخ ناصر الدين طوبار والشيخ النقشبندي وطه الفاشني وعلي محمود والشيخ وليم فران ومحمد عمران وكل المشايخ بتوعنا دول اللي بدعوا، اللي هم اللي اسسوا احنا الاصل. الاصل هم بياخدوا الحاجات دي دلوقتي بيعملوها بقى فرق. يعني بياخدوا الحاجات دي يعملوها بقى عن طريق الكورال والضفوف وكده بتاع. عملوا لها تطوير. هنا في مصر مفيش طبعا لا مدرسه. ايوه انا كنت لسه هسال السؤال ده، يعني هل اللي عايز يلتحق مثلا بالانشاد الديني هل في مدرسه معينه؟ هل في معاهد معينه؟ هل في مؤسسه مثلا مؤسسه كامله تقدر تخرج دفعات للانشاد الديني بطريقه منظمه وبطريقه دارسه؟ يعني انتوا يعني الاجيال طب اللي بتتعلم منكم كده ارتجالي؟ للاسف انا حاجة يعني انا حزين جدا. لان انا يعني اسعدني الحظ ان انا مثلا انا عاشرت اخر المبتهلين اللي هم يعتبروا المبتهلين العظام. يعني مثلا كان الشيخ محمد عمران ده انا اتربيت على ايديه، والشيخ ممدوح عبد الجليل ده كان ماسك رئيس فرقه الانشاد الديني بدار الاوبرا وتوفى. ما ده اللي انا بقوله، هي خبرات بتتنقل فرديه. يعني بس هو كان ليه المجال في الانشاء، كان في يعني في ماسك فرقه الانشاد في دار الاوبرا
والحاجه الوحيده دلوقتي ما فيش غير مره غير اذاعه القران الكريم، ربنا يستر. طيب ربنا يستر يخليها. بما اننا في رمضان بقى واول يوم رمضان، عايزين نسمع حاجه عن رمضان. يعني بالنسبه للاغاني في بقى الانشاد الديني وفي الاغاني الدينيه طبعا. احنا لا احنا عايزين نسمع حاجه عن رمضان تغني. ما انا هقول لك حاجه عن رمضان دلوقتي، فده بيعتبر اغاني دينيه يعني الكلام بتاعها بيبقى ديني بس المناسبه لرمضان. خمس حروف من نور لشهر الكرم رمضان، خمس حروف من نور لشهر الكرم رمضان، الراء رحمة لكل الناس المولى يرحمها، الميم مغفرة لكل الذنوب هو اللي يغفرها، والضاد ضمان لكل مؤمن والجنة يدخلها، والألف أمان، الألف أمان لكل عابد من نار وعذابها، والنور نور لقلوب المسلمين، وبشرى من رحمن للي يصوم ويصلي ويزكي في شهر الكرم رمضان. هلل هلال وبان، هلل هلال رمضان، يا رب تعيد علينا وعلى المسلمين بأمان. أهلا أهلا رمضان، مرحب بليالي رمضان، في أوله رحمة يرحم بها الرحمن، وفي أوسطه مغفرة لذنوب بني الإنسان، وآخره جنة وعتق من نيران، وبشرى للصائم وبشرى للصائم اللي يصوم رمضان، يا رب بتعيد علينا وعلى المسلمين بأمان. أهلا أهلا رمضان. الله. عايز أعرف بقى من حضرتك إزاي بدأت احتراف الإنشاد الديني، ومين اللي علمك الإنشاد الديني؟ هو أنا بالفطرة كده اتعلمت الإنشاد الديني من والدي، لأن والدي كان مبتهل، فانا كنت بقى معاه في كل مكان، معاه بقى يعني عارفه الولد بقى متسق بباباه في الاجازات بقى وكده، فرايح معاه بقى، رايح الحضره بقى مش عارف كده عندي، معاه رايح المولد الفلاني كده، فكنت ببقى متواجد معاه في الجو ده يعني. انما انا بعد ما خلصت اعتقد هنا في بعد ثانويه عامه مباشره كنت عامل شريط اسمه آل البيت كاسيت، ايام ما كان فيه كاسيت. انت عارف كمان الانشاد الديني ده بيعلم القران، يعني مثلا حتى دلوقتي اللي هي يعني الانشوده الصغيره اللي هي عن رمضان، في اوله كذا وفي نصه كذا وفي اخره عتق من النار، يعني حتى يعني واخد جزء من القران، حتى الناس حتى وهي بتنشده وبتسمعه لا بيخلي فيه خشوع كمان يعني. حتى في رمضان لما حد يسمع حاجه كده او في غير رمضان طبعا بيخلي في عنده خشوع ويخليه يتقرب اكتر من ربنا، لان هو الكلمات نفسها يعني. انا اقول حضرتك بالنسبه للانشاد يعني ايه، اغاني رمضان اهو، لكن حتى لو جيت سمعت كل الاغاني حتى اللي كان بتتغنى بالنسبه لل تلاقي كله كلام روحاني. ماشي في نور الله ادعي واقول يا رب حب الرسول دوبني دو لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي، يعني كل الاغاني الكلام بتاعها تلاقيه يعني عارفه داخل فيه حته الروحانيه بالنسبه للقرب ربنا سبحانه وتعالى ولسيدنا النبي يعني آل البيت. طب عبد الرحمن بلالة بقى عايزين نعرف تجربتك الدراميه، يعني انت دخلت مجال الدراما ودخلت المجال الفني، دخلت ازاي وعملت ايه؟ يمكن احنا نعرف حضرتك في غيرنا ما يعرفش، يعني كلمنا عن نفسك شويه في المجال الفني. هو اصلا بالنسبه لي انا يعني تقدر تقولي بالنسبه للمجال المغنى ده خدت فيه كل الاساس، كان عندي الانشاد الديني، انما ما فيش حاجه ما عملتهاش من بالنسبه للوسط الفني بالذات كمان الفن الشعبي. يعني انا كانت ليا حلقات فن الشعبي في متسجله في كل المواضيع، في مثلا في الحاجات المسابقه الدينيه كلها عموما يعني عامه، او بقى الحاجات بقى مثلا ايه، بنتكلم عن العمل، بنتكلم عن الارتجال، بنتكلم عن السفر والترحال، بنتكلم يعني كل المواضيع عن الجيره، العلاقات الانسانيه. فده خلاني حتى في كل في شغل الانشاد اللي انا بقوله يعني
يعني انا اخر حاجه كنت يعتبر كان المفروض ان دي كانت هتنزل في السوق تتسمع يعني، وده الكلام ده كان قبل الثوره يعني، والمصنفات الفنيه اعترضوا على اسم الاغنيه مع ان اللي كاتبه اغنيه شاعر كبير قوي الاستاذ امل الطاير يعني. ليه كان اسم الاغنيه اسمها سوق البشر؟ سوق البشر. اه فانا رحت قلت لهم معترضين ليه؟ قالوا بعد مشاكل قالوا لا مانع يعني من من من, من بس ما يبقاش اسم الكاسيت الهيد بتاعه يبقى سوق البشر. انت قريتي الكلام عشان تشوفي احنا في اسوء ده، احنا مش سوق البشر ده، احنا مشكله كبيره. هو بيتكلم عن يعني ده موضوع يعتبر ايه غنوه دراميه، بتتكلم عن ايه؟ واحد نزل سوق البشر هيسال في سوق البشر هيسال على ايه؟ يعني هو هيسال مثلا على خضار ولا لسه؟ بتقولي في سوق الليمون، في سوق خضار، سوق البشر يعني يسال على البشر. هو بيتكلم بيقول طب ما تسمعنا حته من سوق البشر اللي كانت عامله مشكله دي. نزلت سوق البشر وسالت كل الناس، ما لاقيش يا ناس عندكم حب ووفا واخلاص، ادوني حبه حنان ولا جبرتوا خلاص، ادوني حبه حنان ولا جبرتوا خلاص، قالوا لي كان في وخلص ليه جاي متاخر، ده الحب ويا الزمن بيدوب ويتبخر، سألت أهل الحكم إيه رأيكم؟ قالوا الحب في الوقت ده لو صح بيأخر. وبيحكي بيقولوا مشيت في السوق وأنا قلبي حزين، بصيت في وشوش البني آدمين، شفت الأحزان وقابلت كمان ناس تايهة بتسأل ناس تايهين، دخلت ببيت مليان سكان عايشين أغراب والاسم جيران، الناس من بعض بيتداروا والجار بقى خايف من جاره، ما بقاش فيه حب ولا مودة، كان عصري جميل ولا وعدى، الكل بيجري ورا الماده، غيبوبه منها ازاي هنفوق، ومشيت في السوق ودخلت زقاق ضرب العشاق، قلت اسال يمكن الاقي وفاء، وسالت اتنين كانوا حبايب فين الاقي الشوق؟ قالوا ده غايب، وسالت عن الاخلاص ضحكوا قالوا لي ده شيء عنه بيحكوا، قلت لهم والله سامحكوا وسكت وقلت اخرج بهدوء ومشيت في السوق. عمال يحكي بقى عن الجيره والصحابه، ودي حقيقه صدقيني صعب تلاقي في اي النهارده اي سجن. كامل الكاسيت ده او الكلام ده يعتبر بقاله سنتين بالظبط يعني من قبل الثوره. حضرتك ذكرت في كلامك الثوره، هل مهنتك اتاثرت بالثوره ويا ترى اتاثرت بالايجاب ولا بالسلب؟ لحد دلوقتي مفيش رؤيه. مفيش ليه؟ مفيش رؤيه ليه بقى سنتين؟ لا مفيش رؤيه. ازاي مفيش رؤيه؟ ليه بذلت شايف؟ طب وهل الانشاد الديني ده مش المفروض بيعبر برضو عن حال البلد؟ يعني بيعكس الصوره الموجوده ولا ملوش علاقه بالبلد؟ لسه مازال الشيء الروتيني موجود في كل المصالح. لسه مازال يعني لسه مفيش تغيير. ينفع اروح لواحد بره منتج عشان يكسب اعمل اغنيه هادفه للشباب الايام دي مثلا عشان اقولها؟ لا طبعا. او زي مثلا الحاجات الوطنيه مفيش. انا كنت عامل، انا اعتقد ان مره كنا في غنوه اسمها عشق بلدي، مش قادر اقول لك انا يعني الغنوه دي اتصرف عليها قد ايه. انا كنت جاي من السفر من بره وصرف عليها مصاريف كبيره يعني. صرفت عليها مصاريف جامده يعني، وكسمع كلمات واحد اسمه عبده الهلال، الشاعر عبده الهلال ده، الاغنيه دي وكانت واخده جائزه مهرجان اغنيه وطنيه اغنيه ثالثه. قالوا تجيبوا اربعه، انت عارفه نظام التلفزيون ب 14 نسخه عشان تخش اللجنه، لجنه ايه؟ ده انتوا معاكم الجواب بتاع الاستاذ فهمي عمر اللي معتمد دي فوق 4000 نص. معلش بس بيبقى في سيستم معين، بيبقى يعني بعد ما اتصرف عليها الكلام ده في اليوم ده بالصدفه قاعد بتفرج على استاذنا الاستاذ عبد الرحمن الابنودي ربنا يديه الصحه ويبارك لنا فيه، قال حاجه غريبه قوي يعني كان في اليوم ده اللي خصص فيه الاغنيه. قال النهارده يبقى راجل مجنون اللي يعمل ينتج اغنيه وطنيه يعني. بعد ما صرفت وحضرتك وعملتها وقدمتها. الشاعر اسمه عبد الهلال برضه بيقول الله الله، بس تحس انها مش موجوده خالص دلوقتي. يعني بيقول ايه، عارفه نمط المشايخ بتاع زمان الدلوقتي بيقول ايه؟ الله الله يا بلو يا بدوي جابي اليسرى، الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي مصر يا حره، هي معموله على نظام الثوره. الله 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 على الطقطف عنا ايد، وفي يوم العيد وفي يوم العيد تدي الفقراء، الله 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 على شاب يطيع الاب ويزرع حب ويزرع حب عدن خضرة، الله على السواق بيهدي الطفل معدي مع ان اشارته كانت خضرة، الله على ناس بينهم اخلاص اغلى من الماس مليون مرة، الله على جيل مصراوي اصيل شارب من نيل قام بالثورة، الله على الام حنان بيضم حب عم على الاسره، فعارفه كل ده عشان ده نقدر اعمله هخش في دوامات تانية لسه ما زالت موجوده. وكل ده حلو قوي، بس ما دام احنا النهارده اول يوم رمضان ولازم نسمع المسحرات يعني. بص هو دي يمكن اكتر ده من اكتر علامات سمات رمضان والاطفال بيعشقوا رمضان عشان الكبار وانده للمسحرات يقول له قول اسمي لغايه دلوقتي واسماء عيالنا طبعا. فيعني
احلى حاجه مسحراتي ده، ويا رب يدومها علينا قيمه ونعمه وما يروحش بقى زي اللي راح. يعني اتمنى ان يفضل رمضان دايما بالمسحرات. امين يا رب العالمين. امين يا رب. مسحراتي النجوم ليلاتي، اخرج اغني سيكا وبياتي، المغنى ذوقي وكل شوقي يقولوا عني مغنواتي، لاني غاوي سهران وناوي اصحي كل النجوم معايا، نهار صايم والليل قايم والكون بحاله سامع غنايا، سهران بغني واقول يا خل ربك يحب الجمال تملي، المغنى حاله اجمل رساله والحزن قول له الف استحاله، مالوش عازه تقول لي ماذا، اسمع يا زكا واسمع يا هذا، الليله ليله هنا السعد هل وبان، البشرى ويا الجنه خلى الجميع فرحان، آن الاوان يا رمضان، علقوا الزينه على البيبان، شوفوا جواب السعادة باين من العنوان، وحد الله يا إيمان. لا 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 الله. يا عباد الله وحدوا الله، وادي وقت الاستغفار والطلب من الله، نهارك سعيد صباح أبيض صباح الخير، نهارك سعيد صباح أبيض صباح الخير، لصانع 100% لحرفي مخلص النية، صباح الخير نهارك سعيد صباح الخير، يا عباد الله وحدوا الله، السعي للصوم خير من النوم، دلال سمحة نجومها سبحة، اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. الله بجد كلنا مبسوطين قوي ان احنا سمعنا المسحرات. عايزه اقول لك ان فريق العمل كله في الاير بيس يعني بجد فرحانين جدا مبسوطين، حاسين هي الاغنيه دي لينا لنهارك سعيد جت في السكه كده. فلا بجد بنشكرك وفرحتنا ورسمت بسمه جميله لاول يوم رمضان وفريق عمل نهارك سعيد كله. يا رب ميرسي جدا، وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم، ويا رب دايما كده ايامنا كلها رمضان وعباده وصوم وصلاه، وربنا يهدينا جميعا. كل سنه وحضرتك طيب، وبنشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. ميرسي يا ايمان، كل سنه طيب. انت طيبه قوي. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي، بس لسه مكملين معاكم بقى في فقرتنا نهارك سعيد.